مع الأستاذ خالد الترجمان رئيس مجموعة العمل الوطني الليبي، ينضم إلي من بنغازي. أستاذ خالد، مساء الخير. كيف تلقيتم رسائل الاجتماع المصري الليبي، لا سيما ما يتعلق بموضوع ضرورة خروج المرتزقة من الأراضي الليبية؟ بقناتكم المباركة. على كل حال أحيي صديق خالد عكاشة ضيفك منذ قليل، وأؤكد على ما جاء في حديثه، وأقول كذلك أن دور مصر الرائد تجاه القضية الليبية، تجاه ما يحدث في ليبيا منذ 2011 إلى الآن، كان دورا هاما ومحوريا وثابتا لم يتغير، لأن الثوابت الأساسية لم تتغير. اختلفت ربما الرؤى، اختلفت وجهات النظر كثير من الدول حول ليبيا، ولكن وجهة النظر المصرية كانت ثابتة في دعم الاستقرار، محاربة الميليشيات، عدم التمكين للفوضى وللمتطرفين من البلاد. وهذا تأتى بأشكال كثيرة إعلاميا، عندما كانت المناطق الشرقية وكانت القوات المسلحة محاصرة، كانت مصر هي النافذة للعالم لشرح حقيقة ما يحدث في ليبيا من محاربة حقيقية للإرهاب. بدون شك كما يذكر باستمرار الرئيس السيسي أن ليبيا عمق استراتيجي وعمق أمني هام لمصر، كما أن مصر هي عمق أمني لليبيا. هذا من جانب. من جانب آخر، العمل على الصعيد الدبلوماسي، على صعيد طرح القضية الليبية بمفهومها الصحيح، بما يريده الوطنيين، بما يريده التيار المدني في ليبيا، وهو الاستقرار، الذهاب لانتخابات رئاسية وبرلمانية حقيقية في جو من الأمن والأمان لكل الليبيين. هذا هو المطلب الأساسي، وهذا لن يتعدد في تواجد القوات الأجنبية، في تغول الميليشيات، وفي تواجد. طب استاذ خالد، معلش معلش اعذرني، يعني ما الذي يعيق خروج المرتزقه الاجانب من الاراضي الليبيه؟ الذي يعيق ذلك هو الارتباطات التي تمت في غرب البلاد مع اردوغان، مع ما نقول عليه نحن قد لا يعجب الكثيرين، ولكن نقول عليه عوده للمستعمر التركي بعد 400 عام. هذا الرجل الذي وصلت رموز نظامه العسكري، وزير الدفاع ورئيس الأركان ورئيس المخابرات إلى طرابلس، وكان باستقبالهم الضباط الأتراك. لم يكن هناك مسؤول ليبي من غرب البلاد متواجد في مطار معتيتا عند وصولهم. ربما لم توازن هذه المسألة إلا وجود كانت سيادة اللواء عباس كامل عند حضوره لطرابلس وعند حضوره إلى الرجمة. يبدو أنه حمل رسائل واضحة ومحددة من الرئيس السيسي بخصوص مسائل عديدة قد تخص مؤتمر باردين من جانب، ومن جانب آخر تخص مسألة انتهاك السيادة الليبية، بأن ذلك غير مسموع به سواء للليبيين أو للدول التي ترى أن ليبيا جزء من أمنها الاستراتيجي. هذا الأمر ربما تأكد عند استقبال سيادة الرئيس للسيدة نجلاء المنقوش وزير الخارجية، والتي لها مواقف متميزة في مواجهة التغيرات في ليبيا، وكذلك في التأكيد على جنيف الذي انبثق عن بيان القاهرة الذي تلاه سيادة الرئيس السيسي في حضور المشير خليفة حفتر وحضور المستشار عقيلة صالح. وهذه المبادرة التي انطلقت من القاهرة بني عليها اتفاق جنيف، وبنيت عليها خارطة الطريق التي تنص من خلال لجنة خمسة والمقابل خمسة على خروج كافة القوات الأجنبية، فتح الطرقات، إخراج السجناء، ثم الذهاب لتفكيك الميليشيات. هذه المسائل التي أكد عليها اليوم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في لقائه مع وزير رئيس وزراء اليونان، أكد على هذه الثوابت وهي التي بحق ستذهب بنا إلى انتخابات برلمانية وانتخابات رئاسية في موعدها إن تمت بالفعل السيطرة على هذه المسائل، والتي ستضع أرضية صلبة وآمنة للليبيين في الذهاب لانتخابات، في عدم وجود أي سيطرة سواء كانت
خارجية قوات أجنبية أو كانت ميليشيات تحتكم للسلاح. طيب. وجربنا الكثير من المحاولات طيلة العشر سنوات الماضية ولكن دون جدوى في تواجد هذه الميليشيات. طيب. نعم. مفهوم أستاذ خالد. يعني دعني أسألك أخيرا عن ما المنتظر من مؤتمر برلين؟ ماذا أنتم في ليبيا تنتظرون من مؤتمر برلين 2؟ ربما الأمال تتعلق باستصدار قرارات ملزمة لكافة الأطراف في ليبيا لاحترام اتفاق جنيف واحترام خارطة الطريق والذهاب لهذه الانتخابات، وهذا لن يتأتى إلا بصدور قرار واضح بجلاء كافة القوات الأجنبية عن البلاد وتحديد زمني واضح لخروجها وكذلك تفكيك الميليشيات وجمع السلاح. إن لم يتم ذلك فلا أعتقد أننا سنصل إلى أي انتخابات، لا في 24 من ديسمبر الحالي ولا حتى ربما 24 من العام المقبل. الآمال كلها تتجه إلى أن يكون هناك موقف دولي حازم كما كان الموقف الدولي من تحت الطاولة مع أشقائنا في مصراتة لفتح الطريق من خلال الضغط على الميليشيات بفتح الطريق، وهذا ما يتم خلال الأيام القادمة. شكرا جزيلا للأستاذ خالد الترجمان رئيس مجموعة العمل الوطني الليبي، كنت معنا عبر سكايب من بنغازي.